صباح الخير. اليوم بفت بيت رح نكون عم نشتغل lower body exercises. رح نشتغل two combinations. بس أول شيء رح نشتغل كل exercise لحاله. يعني رح أشتغل one exercise, the second, نجمعهم مع بعض. رح بلش بأول exercise اللي هو رح جيب إجري لعندي بهالشكل. كمان هلا رح نجمعهم مع بعض. رح ناخد بريك قصير كتير 10 ثواني ورح كون عم نشتغل اكسرسايز سايد تاتش ذا هيلز اند سكوات. ناخد نفس تيل اوت. رح بلش اول شيء بالسكوات. جو داون ليفت اب اب داون تاب اند تاب كمان up up come down up touch the heels come in up one more time اخر مرة down up touch and touch. ناخذ بريك صغيرة نفس. إذا بتلاحظوا دايما بحب أخذ البريك أنا وعم بتحرك. كتير مهم نكون عم ناخذ بريك ونبقى أكتف during session تبعنا. رح أنتقل لكمان لكومبينيشن of two exercises. رح أفصلهم عن بعض. رح أشتغل كل exercise لحاله. رح بلش أول شيء باللونج. رح كون عم أشتغل back lunge لورا كمان كمان داون مرتين آخر مرة أب. رح أشتغل مع الباك لونج ني أب كمان. هلا رح نبلش ني اب اكيد نعمل 10 مرات. شيك ذا ليجز كومبينيشن ليتس جو داون اند اب داون اند اب كمان اند اب داون and up بعد مرة and switch. خلصنا. Let's go down and up down up come in آخر مرة up. أكيد هذه option. ما تنسوا أن تكون تعملوا الكومبينيشن لورا لورا ني اب اني اب. هذه طريقه كثير حلوه انا صراحه كثير بحبها لنشتغل كومبينيشن اوف تو اكسرسايزز نحن وعم نمرن لور بودي. كل اكسرسايز لحاله ونرجع نجمعهم سوا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا السيشن لليوم. فيكم تتبعوها اكيد هالطريقه انتم عم تتمرنوا لور بودي اكسرسايزز وكثير مفيده. بتمنى لكم نهار حلو. اكيد شوفكم بتمرين جديده بكره.